إقليمي الناظور والدريوش مع الإشارة إلى مختلف الإجراءات المتخذة والتوصيات للحد منها. كما لا يخفى على أي أحد، لقد باتت حوادث سير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة، ويصنف المغرب في المراتب الأولى عالميا من حيث حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالة وفاة، فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا. وترجع الأسباب الرئيسية لكثرة حوادث السير بالمغرب إلى عدة عوامل، منها تهور السائقين وعدم انتباه الراجلين، هشاشة البنية التحتية، وانعدام علامة التشوير على بعض الطرقات، وتدهور حالة الميكانيكية للعربات. وعلما منها أن الوقت قد حان للتدخل بجدية لرأب الصدع والتخفيف من ما تكلفه حوادث السير من الإدارة، فإن حكومة صاحب جلالة نصره الله وبفضل القانون رقم 5205 ارتأت إلى إصدار مدونة جديدة للسير على الطرقات، والتي ما فتئت أن أعطت أكلها. وبفضل مجهودات كافة المتدخلين أصبح المغرب يمتلك مدونة متقدمة بالمواصفات العصرية الحديثة تنظم السير والجولان عبر على الطرق، مدونة ذات طبيعة وقائية تربوية تضمن حقوق مستعمل الطريق وكفيلة بالحفاظ على الأرواح البشرية. المدونة التي جاءت بقانون يضبط المسؤولية تضمن نقاطا جديدة تهم على الخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية. وتجلى دور هذه المدونة دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2010 في إدماج مجموعة من المناهج ذات هدف إحقاق السلامة الطرقية، وذلك على مستوى هيكلة قطاع تعليم السياقة وتنظيم دورات تكوينية للسائقين وخلق أدوات لتتبع ومراقبة سلوكات مستعملي الطريق. إن تطوير بنية المراقبة وحدها غير كافية للحد من حوادث السير، إذ يبقى الأمر رهين بتوعية وغرس الثقافة المرورية داخل المجتمع، حيث أن السلامة الطرقية في المغرب لا تتحقق إلا إذا راقب السائق والراجل نفسه. أما أن يتم الزيادة في الغرامات نتيجة مخالفة السير أو تطبيق عقوبة زجرية فلا يمكن تحقيق هدف الردع بصورة نهائية. وبهذا الصدد، ولتمكين عناصر الدرك الملكي من مسيرة ما أتت به مدونة السير من جديد، فقد قام الجهاز بتعميم دورات تكوينية على الصعيد الوطني خصصت في المدرسة الملكية للدرك الملكي بالدار البيضاء، كما خصصت دورات تكوينية على الصعيد الوطني ضباط الصف بمركز التكوين للدرك الملكي بابن سليمان. وإن دركي القيادة الجوية بالناظور على غرار باقي القيادات الجوية الأخرى عبر أرجاء المملكة وفي نطاق المدونة الجديدة، وللصار على تطبيق قوانين في هذا الشأن، وضعت رهن إشاراتهم عدة آليات ومعدات خاصة بالمراقبة الطرقية، رادارات يدوية لمراقبة السرعة، وجهاز فحص العجلات، جهاز قياس أبعاد الحمولة، جهاز فحص وقياس نسبة الكحول المنبعث بالهواء من الفم لمراقبة تناولها، إلى غير ذلك من الآليات، وكذا توفير معدات لوجستيكية. كل ذلك مع العلم أن بأن سنة 2020 عرفت حالة طوارئ صحية والحجر الصحي الذي فرض على جميع الجهات وأقاليم المملكة، وفيما يلي جرت لبعض الإحصائيات التي تم تسجيلها بإقليمي الناظور والدريوش خلال سنتي 2020 و2021. خلال سنة 2020 سجلت 424 حادثة سير أسفرت عن 658 ضحية، الموتى 59، المصابون بجروح بالغة 34، المصابون بجروح خفيفة 565، في حين في سنة 2021 سجلت 527 حادثة سير أسفرت عن 790 ضحية، 53 من الموتى، 66 جروح بالغة، و 675 جروح خفيفة. فبالنسبة لحوادث السير عرفت زيادة مقارنة بين سنة 2020 و2021 زيادة بنسبة 23.8%، وبالنسبة للضحايا عرفت زيادة 22% بالنسبة مقارنة بسنة 2020 و2021. وللتخفيف من هذه الآفة، ما فاتئة دورية الدرك الملكي منتشرة عبر الطرقات التابعة للإقليمي الناظور والدريوش، ففي خلال سنة 2020 تمكنت 15426 دورية من ضبط 45835 مخالفة، دخلت في خزينة المملكة ما يفوق 8 مليون درهم. وفي سنة 2021 تمكنت 14
953 دوريه من ضبط وتسجيل 58261 مخالفه دخلت في خزينه المملكه ما يفوق 10 ملايين درهم. ولا تزال الجهود مكثفة من أجل التقليص من أضرار هذه الآفة على صعيد القيادة الجوية للدرك الملك بن ظهور بتكثيف الدوريات الثابتة والمتنقلة بالليل والنهار على مستوى النقط السوداء التي تعرف ارتفاعا لحوادث السير واستعمال معدات وآليات حديثة لرصد المخالفات المسببة لها. كما أن عناصر القيادة الجوية يقومون بحملات تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية لفائدة التلاميذ وأطر تلك المؤسسات من أجل نشر مبادئ ومفاهيم ثقافة المرور ومن أجل تعميق مفهوم التربية المرورية للإسهام في تنمية وترسيخ الحس المروري لدى جميع مكونات المجتمع لتجنب حوادث السير والخسائر الناجمة عنها. وفي الختام وخير ما نختم به قوله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.